مشاهدينا مساء الخير عليكم. قافله برنامج اش خبركم من خميس ايتيادين باقليم الخميسات، غادي نتعرفوا على فائده جمعويه، خليكم معايا. السلام عليكم. عليكم السلام. كي داير؟ لاباس عليك؟ صحه بخير. الله يسلمك. ربي يخليك. شرفتيني بالمعرفه ديالك. فوزيه بوغريان، رئيسه المنتدى النسائي للتنميه والتضامن ونائبه الرئيس في الجمعيه الخيريه لدار الطالبه بايتيادين اللي حنا متواجدين فيها. شرفي لالا. وتفضلوا معنا. مرحبا بكم. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا بنا عندك لافوزية. نهار كبير هذا، ألف مرحبا. بارك الله فيك. لافوزية، احكي لي على التأسيس ديال المنتدى وكذلك على المشروع ديال دار الطالبة اللي قمتوا به. حنا المنتدى النسائي للتنمية والتضامن تأسس في سنة 2001. جمعية مستقلة تهتم بالطفولة والمرأة والعمل الاجتماعي. ومن ضمن يعني الأهداف اللي عندنا في الجمعية هو الاهتمام بالمرأة بالفتاة القروية والنهوض بها. وكنا جينا لهاد الجماعة درنا دراسة واكتشفنا المعضلة ديال هذا المدرسي، يعني هذا هو الحافز اللي خلانا باش نديروا هذا المشروع اللي توفقنا به، اللي فيه يعني عدة شركاء. الفضل الكبير كيرجع لرئيس الجماعة اللي هما اللي عطاونا هاد البقعة الأرضية اللي بنينا فيها، والممول يعني الأصلي هو السفارة اليابانية، وكاين واحد الشريك اخر ما نساوش اللي هي الاداره الوصيه اللي هي مؤسسه التعاون الوطني اللي كتسهر على التدبير ديال المؤسسه. فين كتجلى المهام ديال سيادتكم؟ انا هنا دابا كندير نائبه الرئيس ديال الجمعيه الخيريه لدار الطالبه. كنقوموا بزيارات، كنشوفوا يعني بالنسبه للاطر التربويه، بالنسبه للسيده المديره، يعني ما كنبقاوش بعد في الحقيقه. تتبع دائما تتبع. تقدروا نرافقوكم؟ مرحبا، تفضلوا معنا. مرحبا. بارك الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا شنو كاين هنا بعدا؟ هذه قاعة المطالعة في نفس الوقت الإعلاميات، كيستافدوا من الإعلاميات في أوقات الفراغ، وفي الليل يعني هنا كيحفظوا،
وكاينه معاهم مربيات ربويه اللي كاينه معنا الاخت حفصان اللي هي كتسهر على يعني المراجعه كتعاونهم. يعني كاين واحد المراقبه رائعه الحمد لله كتبان في النتائج. يعني حنا الحمد لله داك التتبع اللي كيكون مباشر معاهم ومع المؤطرات، والمؤطرات كيمشيو حتى للاعداديات وكيجيبوا النتائج. يعني من نهار دخلوا حتى النهار يخرجوا ان شاء الله بحال اللي سبقوهم وشدوا الباك، والله يكمل عليهم بالخير كاملين. تبارك الله عليكم. الله يسلمك. بارك الله فيك. كان النتائج هاد الدوره هذه مازال ما تسلمناهم، لحقاش كاين القضيه ديال المسار كتعطل شويه النتائج هاد العام. عاد لقيتني كنصاوب الفيش ديال النتائج باش ان شاء الله غدا نلتحق بالاعداديه والثانويه باش نجيب النقاط ديال البنات. هادو البنات اللي التحقوا جداد اللي ما كنعرفش انا شنو المستوى الثانيه علوم. مزيان برافو عليك. كنتي انا تبت تمام مزيان ساليتو خلاص الامتحانات ولا ما كانش عندكم؟ ما عندكمش موحد نتوما التسعه؟ يعني موحد شكون في التسعه؟ التسعه الرياضيات. ايوا الله يوفقك الله يعاونكم. عرفت شنو غنسالي هاد العام ولا مازال؟ حتى بيتنا المقدمات بكالوريا ياك. ايوا الله يوفقك الله يوفقك. تبارك الله عليك. شكرا. لفوزيه من بعد التاسيس ديال دار الطلبه الهضره المدرسيه ارتفعت النسبه ديالو ولا قلات؟ هو في الحق الحمد لله. يعني حنا في الاول كتجربه كنا بدينا ب 30 مستفيده، من بعد زدنا الطاقه الاستيعابيه رجعت 44، ودابا الحمد لله 53. يعني كنحاولوا نغطيو ما يمكنه يعني التغطيه ديالو صافي في الحقيقه. وشنو هي الاكراهات اللي كتواجهوا هنا في دار الطلبه؟ هو كيجينا الطلبات اكثر من يعني من الطاقه الاستيعابيه اللي عندنا في المشروع ديالنا، لان بصراحه كيجيو يعني اكثر من هاد 53 ولا 60 حنا مقعد اللي عندنا. كيجيو العدد اكبر كيبقاو فينا. وفي هذا الاطار هذا كاينه واحد المحسنه اللي عطاتنا الترونسبور، واحد المصريه اللي دابا عندنا 60 واحد كيستافدوا نيت من الباديه، ولكن ما كيباتوش كيتغداو هنا وكيمشيو بالليل للبيوت ديالهم. وشنو كتمنى؟ وكنتمناو توسيعه هذا المشروع، راه حنا في صدد ديالها في الحق. السيد الرئيس دار التصميم وكنتمناو ان شاء الله من المسؤولين يعني باش نكملوا هذا المشروع، يعني تكون يعني باش يكون واحد الاستيعاب كبير ان شاء الله ما نبقاوش ان شاء الله. شكرا بزاف على الوقت اللي دوزتي معنا، وكنحييكم على المجهودات كتقوموا بهم على ولاد البنات. كنشكركم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا مشاهدينا، وصلنا لختام حلقه اليوم. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. خليتكم على خير.